السلام عليكم. اليوم السبت 29 شهر 6 2024، aujourd'hui samedi 29 juin 2024، الحلقة 347، إبيزود 347، لو بارون إسكوبار دو صحارى. هاد الحلقة خاصة لميديا. قبل ما نهضر على هذه الحلقه، غنذكر دوك الناس اللي كيقلبوا على الكتب ديالي بان انا موجود عندي حاليا موجود عندي كتاب واحد، وهو ريزون ديتا، هو اللي دار عليه الفيلم ديال لافير بن بركة. الكتاب خرج في 2005 ودار عليه الفيلم في سنة 2007. الفيلم اسمه لافير بن بركة، الطول ديال الفيلم 3 السوايع، اون دو بارتي ديال 90 دقيقة. الفيلم فيه 3 السوايع في 2 حلقات ديال 90 دقيقة. هاد الكتاب راه موجود عندي حاليا، عندي بليزيور كوبي. اللي بغا الكتاب يتصل بيا على طريق اليوتيوب، او لا يتصل بيا في البوط بوستال ديالي. قبل ما ندخل لهاد الحلقة، كاين واحد العدد ديال الناس اللي كيتصلوا بيا وتيطلبوا مني شي حوايج، تيظنوا واش هو انا راني كنخرج كنتسارى دائما، ويقولوا انا اللي عايش على خاطري. انا كنذكر لك الناس بان هو انا جو سوي هانديكابي، جو سوي ان غران هانديكابي، كنمشي في المنزل ديالي بهذاك التابوري ديال لينوكس اللي كيتسمى ديامبيلاتور. هذاك الى خطاني ما يمكنش يتحرك، ولهذا الحياه ديالي راه ما فيهاش الخروج والقهوي وغير ذلك. هاد الحلقه لتخص لي ميديا كنعرفو على اللي بغا يتحكم في الامور في المغرب مزيان، خصو يتحكم في لي ميديا. ولي ميديا ديال المغرب كلهم متبعين للرجل القوي وهو فؤاد علي الهمة. كاين واحد المجموعة
ديال المسؤولين وديال المديرين، ديال المديرين المستوى ديالهم عالي اللي هما متبعين لهذا الرجل القوي ديال المغرب. ومع هاد فؤاد عي الهمة معاه في المغرب، معاه المسؤولين ديال لي ميديا الإسرائيليين، لأن هو إسرائيل كتعرف على أنه هو لي ميديا عندهم واحد الدور كبير في هاد الزمن ديالنا. ولهذا لي ميديا عندنا في المغرب راهم عندهم الإمكانيات المهمة، عندهم المليارات اللي عندهم باش يتمشاو، المليارات. غنذكر من هذوك المسؤولين، كاين واحد كيتسمى أحمد الشرعي. أحمد الشرعي هو لو باترون ديال هذاك البرنامج اللي كيدير الصحفي الرمضاني، هو لو باترون ديال الأحداث المغربية، اللي كنت عرفت أنا في 2004، كانت يمشي هذيك الوقت محمد البريني، وكان معاه واحد مدير اخر ما بقيتش عاقل هذا الاسم ديالو، هو اللي كان مدير مالي، كان فينونسي. وفي هذيك الوقت فاش تعاملت معاهم انا 2004 كامل، والشهر في 2005 كانوا معايا رجال ما ضيعوني في حتى سنتيم، خلصوا لي الرزق ديالي كله. هذوك بقات عندهم واحد الذكرى، بقات عندي عليهم واحد الذكرى مزيانه بزاف، الله يعمرها دار. ولكن من بعد شرب من عندهم سنين، من بعد شرب من عندهم هذا أحمد الشرعي اللي هو رجل قوي ديال لي ميديا، هو اللي شرب من عندهم هذيك الأحداث. لأنه على ذكر الأحداث اللي كنت كنشر فيها المقالات ديالي، كان في هذيك الوقت الأحداث كانت كتطبع وكتوزع تقريبا 40,000 نسخة في اليوم، هذي كتطبع وكتوزع. ومنين بداو كينشرو المقالات ديالي طلعت البيع، طلع في 3 أيام ولا 4 أيام طلع توصل 135,000 نسخة، كانوا ملزومين عليهم باش يديروا التيراج دو فوا في لا جورني، كاين تيراج ديال الصباح وكاين تيراج ديال
ديال ديبي دو لا سواري. هاد النجاح اللي دا لي دي هاد النجاح ديال الأحداث المغربية في هذيك الوقت عمر شي جريدة ما دات حالو. وكان عقل في ذاك الوقت كنت خطرة كنتلاقى غير بارازار ملي كنزور الأحداث، كنتلاقى مع ذاك الصحفي اللي اسمه جبرو اللي كان تيعقل عليا من ايام ديال الكاب ان، وانا كنعقل عليه حتى انا كنعقل عليه مزيان. من بعد هذيك الوقت وفي هذيك الوقت كانت الاحداث المغربيه دارت مكتبة، دارت مطبعة أخرى ما عرفتش شحال مليار جديدة في عين سبع عكاشة، وعدت واحد الجريدة قوية بزاف. هالأيام منين سولت فيهم لقيت فينا هو هادي مدة باش شرام عندهم أحمد الشرعي. هاد أحمد الشرعي عنده جرائد أخرى وعنده راديوات وطنية أخرى بحال ذاك الراديو ديال ميدي أن اللي في اللي كي اللي كيعمل فيه الرمضاني. الرمداني بهذا البروغرام اللي كيدير كيدي واحد نجاح كبير، كيدير واحد البروغرام تقريبا فيه على الأقل ساعة مع شخصيات كبار ومع شحال من عام هو كيدير هادشي. دابا عاد هو أشهر صحفي في المغرب هو الرمضاني، ولكن لو باترون ديالو وهو أحمد الشرعي. والرمضاني عنده واحد البرنامج آخر كيديرو، هادي واحد عامين تيديرو في دوزام التلفازة ديال دوزام، حتى هو إلي كومبليمونتير ذاك البرنامج اللي عنده مع مجموعة ديال الشرعي. كاين منير مجيدي حتى هو عنده واحد لابارتي في هاد لي ميديا. منير المجيدي هو الرجل الثاني في المغرب من بعد فؤاد عدي الهمة، عنده في الميديا اللي عنده 360 اللي عنده صحفيين كبار كيتعاملوا معاه، مثال طاهر بن جلون وغيره.
وكان كذلك المجلات والراديو ديال بحال راديو مارس والراديوات الاخرين كلهم اللي فيهم الرياضة وغير الرياضة. وكاين مجموعات اخرين بحال المجموعة اللي كانت عند ليزيريتي ديال الأستاذ اللي كان في هو المسؤول عن جريدة الأسبوع، الولاد ديالو هذاك الأستاذ الاسم ديالو ما مشان بالي هذا الوقت، عندو الولاد ديالو هما اللي كيمشوا الأمور في البلاصة ديالو، عندهم عارفين لامبورطونس ديال لي ميديا، عندهم بزاف ديال لي ميديا، عندهم مجلات جرائد وكتب. وكاين واحد اخر تا هو اللي عنده مجموعة ديالو، وهو داك اللي كان استاذ في التعليم، كان كيدير استاذ في الرياضة في الكوليج ديال ابن طفيل في المعارف دون لي زاني 70 80. واللي عنده تا هو الولاد ديالو معاه، تا هما في لي ميديا، عندهم شركات ديال لي ميديا. هاد الشركات ديال لي ميديا كلهم عندهم علاقة مع إسرائيل، كلهم عندهم علاقة مع المسؤولين ديال إسرائيل في المغرب، وكلهم فيت ليهم زاروا إسرائيل. كاين اللي مشى عدة مرات، هاد العلاقة ديال العالم ديال لي ميديا مع هاد العصابة ديال لو بارون اسكوبار ديال الصحراء، ها هي مهمة بزاف هاد العلاقة بيناتهم، أعطتهم واحد الفرص كبيرة. وهاد الزعماء الكبار ديال هاد اللي كانوا كياخدوا الحشيش الجملة من المغرب، واللي كانوا كيدخلوا المغرب الكوكايين، راه ما توقفوش من العمل ديالهم، راه باقي الان مستمرين في العمل ديالهم.
البيع ديال الكوكايين في المدن المغربية لا زال كما كان. اللي بغى يشري الكوكايين في كازابلانكا موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في الرباط موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في طنجة موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في أكادير موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في مراكش موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في فاس أو مكناس موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في وجدة موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في تطوان موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في بني ملال موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في مراكش موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في السوي ولا في الصويرة موجودة، اللي بغى يشري الكوكايين في أكادير موجودة، الكوكايين والحشيش عمرهم ما تحيدوا من المغرب، دائما كاينين فيه، كيتشدوا هاد لي ترافيكون خطره خطره، ولكن كتبقى الامور ماشيه هي بحال ما تشد حتى شي حد. هاد الناس اللي كيتاجروا في هاد الكوكايين وفي هاد الحشيش راه كيدخلوا المليارات، هما راه موجودين في العالم كله، موجودين في أمريكا، موجودين في كندا، موجودين في إنجلترا، موجودين في أوروبا كاملة، بالأخص العاصمات باريس وبروكسل ولندن، والعاصمة ديال هولندا وديال سويسرا ديال اسبانيا مدريد ديال ايطاليا، هاد الدول كاملين فيهم الكوكايين موجوده والحشيش موجود، هادو اللي كيديروا هادو ترافيك على المستوى الدولي، راه ناس مجهد بزاف، ناس عندهم لي موايان تري سوليد، اللي ما عندوش لي موايان تري سوليد ما كيتدخلش في هاد الميدان. هاد الناس هما اللي كانت عندهم علاقة مع لو بارون اسكوبار ديال الصحراء، هو كانت المنطقة ديالو، تيدخل السلعة ديالو للمغرب، تيدخلها للمناطق الصحراوية، كيدخلها لموريتانيا، تيدخلها للبلدان الإفريقية، تيدخلها للبلدان ديال البلدان العربية،
كيدخلها البلدان المغاربية، هذا كان عنده المونوبول ديال الكوكايين وديال الحشيش في هاد المناطق ديال المغرب. ابارتير دو ماروك تيفورني هاد الدول كلهم، وهادشي راه فيه الملير، وهادشي راه فيه رجال كبار ديال الدولة اللي مشاركين فيه. لي ميديا ديال المغرب ولي ميديا فرونسي ولي ميديا ديال أوروبا كاملة ولي ميديا ديال كندا وديال أمريكا راه متفقين مع لي ميديا ديال المغرب، تيتعاونوا معاهم، تيخدموا جميع. هاد المقال اللي دار المجلة ديال جون افريك في الصيف الفايت على هاد العصابة ديال لو بارون اسكوبار ديال الصحراء، راه لقى لي تراس من يدوز، ولقى لي سورس دانفورماسيون اللي تعاونوا معاه. بحال ديك لا سورس دريس فرحان اللي كان في ألمانيا، اللي كان في إيطاليا، واللي باقي ما تلقش الآن، باقي تيخمو كيفاش غيديرو عادي تلقوه، إنه هو مطلوب من لوصلت عليه ان مونداري انترناسيونال السلطات المغربية. ولكن لي مونداري على المستوى الدولي راه ماشي ساهل باش يطبقوا، كاين القوانين الدولي اللي كيتحكم في هاد لي موندا داري انترناسيونو. المغرب دار موندادري انترناسيونال ولونصاها على دريس فرحان الوقت اللي فاش شدوه دريس فرحان في ايطاليا، وعلموا به السلطات المغربية وقالوا لهم باش يسلموهم الوثائق المهمة، ما تسلموهم حتى حاجة، ما عندهم ما يسلموا. في المغرب كل شيء كيغير الكذوب وكل شيء كيتصنع، لو كان سلموه للمغرب غادي يديروا ليه الحجوج اللي يبغاو. ولكن حاليا محدو باقي ما تسلموش للمغرب، المغرب ما عنده حتى حجة على هاد الشيء هذا. حنا كنعرفوا هاد الشيء، بلادنا كنعرفوها،
ما فيها شيء صدق. هنا المغرب معروف في العالم كله، البلاد اللي فيها غير الكذوب غير الكذوب وغير الزور. هنوقف هذه الحلقة هنا إلى اللقاء إن شاء الله.